الموسم وهذا العام بعد موسم طويل شهده هذا الميدان، ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة من بداية شهر سبتمبر الماضي. أيها الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، تعلن أول انطلاقة صباحية رسمية في هذا اليوم، بل هذا هو الشوط الأول الرئيسي للقاية الكار. هذا هو أقوى أشواط الكار وخيرة أشواط الكار، 26 خابط انطلقت وحضرت وأتت للمشاركة في هذا الشوط القمة، وأيضا هذا هو أكبر وأيضا أقوى الأشواط وأثمنها قيمة. هذا هو الشوط الأول، أثمن الأشواط الصباحية وهو الشوط الرئيسي. يا سلام، إذن انطلقت جحافل المشاركات في هذا الشوط، والشعارات العديدة والألوان الزاهية التي حضرت بألوان مختلفة. الله، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الشاهينية لسعيد بن محسن بن مسر الهاملي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول، بينما المركز الثاني الدوحة تعود ملكيتها لهادي بن ناصر الشايق الشهواني. ننتقل إلى المركز الثالث، وهنا التسلل من قبل الجليلة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، تتقدم الجليلة وتتسلل إلى المركز الثالث الدور والنقلة إلى المركز الرابع. هنا أيها الأعزاء، الظبي حمد بن جار الله بن حسين آل بريدي يقدم الظبي على المركز الرابع وخامس. المراكز هنا الدوحة لسعيد بن راشد بن حبيبة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، مسافات هذا اليوم هي 4 كيلومترات لهذا السن، سن اللقاية. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول الشاهينية التي تعود ملكيتها لسعيد بن محسن الهاملي على مقدمة الشوط، ولكن تغيرت الأمور. إسباير غيرت وانتقلت انتقال ممتاز. يا سلام، محسن بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري انتقلت إلى المركز الأول بشعار بن ديلة، وبهذا الأداء الممتاز وبهذه السرعة الفائقة، وأيضا عطني المعلومات عنها أبو محمد، صاحبة نقاط عديدة في هذا العام، هذا العام اللي احنا نعيش في آخره وفي آخر السباقات. الله، أيضا تغيير على المركز الثاني ودخول من الدوحة هادي بن ناصر الشايق الشهواني، انتقلت انتقال ممتاز، والجليلة تتقدم، الجليلة تتسلل. عبد الله أو راشد بن محمد الزقيبة يقدم لنا الجليلة. المركز الثالث أيضا هنا شاهينية لسعيد بن محسن بن مسر الهاملي على المركز الرابع، والدوحة تتسلل بدورها إلى المركز الخامس لسعيد بن راشد بن حبيبة، وأيضا دخول وتقدم وتسلل من إحدى المشاركات. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الجليلة. انتصفت المسافة يا راشد بن محمد الزقيبة ويا الشهواني وأيضا المضمرين الحاضرين اليوم. يا سلام، أيضا شعار المنصوري يتدخل، مراسيل عامر بن محمد بن زايد المنصوري في هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط القمة والأسماء القمم. الجليلة في رصيدها ما يقارب 3 سيارات، وهي أيضا نعود بالذكرى إلى بدايات هذا العام عندما اختطفت الشوط الأول الرئيسي في أول المحليات، ويمني النفس مالكها بانتزاع هذا الشوط في آخر المحليات. يا سلام، ولكن مراسيل تتسلل، مراسيل 1500 متر وشعار عامر بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم إلى الأمام، يختطف ناموس الشوط، يختطف المركز الأول، ولكن هنا هجوم عنيف 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 من هذه الشعارات القادمة. الجليلة على المركز الثاني، الجليلة على المركز الثاني، الدوحة والشعار بن شايق الشهواني على المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع، إسباير إسباير إسباير، محسن بن عبد الله بن ديلة، وأيضا هنا اختلط الحابل بالنابل، الكيلومتر الأخير يا متابعين يا مضمرين. يا سلام يا بوي، الشاهينية قادمة، سالم الحلبي بن قناص العامري أيضا على أحد المراكز وأيضا تتسلل بدورها، وشعار أيضا الله شعار المنهالي أيضا قادم، وشعار البريدي
يقدم لنا الظبي. الله يا سلام يا سلام، ايضا شعار من هامله يتدخل متابعينا الاعزاء. ما احد الهاجمات الظبي صالح بن حمد بن هامله والمركز الثاني هنا. الله مراسيل محمد زايد بن خلفان المنصوري والدوحه ايضا قادم الدوحه هاجم الناصر الشايك الشهواني. يا سلام ابو العزرة قادمة، ناصر العوضي بن يحيى البلهالي يقدمها الماهر، يقدمها من وحوش سعود بن وحوش الوهيبي، يقدم لنا هذه المشاركة. أيها الأعزاء أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الظبي 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 الظبي. متابعينا الأعزاء اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة، الظبي والعزرة، العزرة والظبي في هذا الشوط الأول الرئيسي. العزرة 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 والظبي، العزرة والظبي والدوحة واسوا أيضا مراسيل وأيضا هنا الظبي. حمد بن جر الله بن حسين آل بريدي. يا سلام اللحظات الأخيرة يا متابعين، ولكن الظبي صالح بن حمد بن هاملة يختطف أخيرة الأشواط، يختطف شعاره الشوط الأول الرئيسي. الظبي 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 وبن هاملة، تهانينا تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن هاملة على فوز الظبي وعلى اختطافها لهذا الشوط لأول أشواط الصباح للشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني العزرة ناصر العوضي بن يحيى المنهالي. المركز الثالث الظبي لحمد بن جر الله بن حسين البريدي. المركز الرابع الدوحة لهادي بن ناصر الشايق الشهواني. وخامس المراكز، المركز الخامس خيرة لسعيد بن محمد بن حمد الزعبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، والظبي تختطف الشوط الأول الشوط الرئيسي 6:09:86 من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن هامله المري. المركز الثاني لما قصرت العزرة وتوقيتها 6:10:76 من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن ناصر بن العوض المنهالي. المركز الثالث الظبي وتوقيتها 6:11:26 من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. تهانينا وناموس جميع الفائزين. أيها الأعزاء انقضى الشوط الأول.